السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا يونت 76. طبعا بهذا اليونت عندنا استخدام الذا، شلون نستخدم الذا. انا ذاكر قبل مسبقا وارجع اعيدها مرة اخرى، الكلمة اللي تجيني بالبداية يعني 90% الكلمات اللي يجن بالبداية يكون انا بذا يعني دام. فخلينا نقول يعني تقريبا شبه قاعدة انه الكلمة اللي تجينا بالبداية هذه ذا. شوف هنا the bicycle. when was the camera يعني invented، شو وقت تم اختراع الكاميرا. طبعا هي الكاميرا فد شيء معرفه يعني، طالما هي تم اختراعها اذا فد شيء احنا نعرفه. the dollar الدولار، يعني هنا نحاول احنا نحكم المعنى، هم شويه مهم يعني المعنى. يعني بشوف هنا I like to have the piano but I can't play the piano. شوف هنا كلمة البيانو، مثل ما احنا ذكرنا الكلمة اللي تذكر لأول مرة نستخدم الأ، اللي تتكرر نستخدمها الذه، ولكن من تجين ببداية الجملة فتستخدم الذه، من تجين ببداية الجملة فتستخدم الذه. فمثل ما تشوفون قدامكم، شوف هنا I'd like to have a piano. The piano مثل ما قلنا من تتكرر تصير the piano. زين، هنا اكو ملاحظة مهمة انه the تستخدم مع الصفات، the تستخدم مع الصفات. هذه هي صفات ولكن تاخذ the old, the rich, the poor, homeless, sick, the injured. هي صفات ولكن تاخذ الذا مو مشكلة. فإذا أجتك صفة مو تجي تقول استاذ وين الصفة، لا تاخذ الذا، ممكن تاخذ. كذلك عندنا بعض الدول the France the Chinese، يعني الدولة اللي هي تكون الجنسية مو البلد، يعني مو the Iraq the Iraqi هيك يعني الجنسية. زين، يعني هذه كلمات خصوصا الكلمات اللي تنتهي بالسي اتش والاس اتش، يعني في الغالب ذول الكلمات ياخذون الذ، ياخذون الذ. زين، ذا فرنش، شوفنا ذا فرنش الفرنسي، ولكن اذا اجت وراها اسم، يعني اذا اجانا اسمين خلينا نكتبها ملاحظه، اذا اجانا اسمين فهنا راح نستخدم الا، ما راح نستخدم ال the. A French woman، شوف هنا the French اجت بالبداية، دائما من تجي بالوسط 80% تكون a و an. مثل ما تشوفون هاي ايضا دول نستخدم لهم ال the، خصوصا اللي تنتهي بال es وال ch. هذا بالنسبة لتمرين 76، يونت 76.